أنا طبعاً دائماً أقول عمان تجربة نادرة، وأسأل الله أن يحفظنا من العين. والله الآن العالم كله عمان عمان عمان. في مرة كنت أتكلم في هذا الموضوع، قالني رجل كبير في السن، قال يا شيخ أرجوك لا تتكلم في هذا الموضوع. قلت ليش؟ أنا خفت يكون عنده يعني تشنج أو عدم رغبة في تقارب المسلمين. قال أنا صرت خايف على عمان من العيون يا شيخ. صار العالم كله يجي يسوي عندنا عمان وعمان وعمان، لا تتعايش لا تتسامح، نحن خايفين على هذا البلد. قلت له أسأل الله أن يديم علينا أمننا ورحمتنا ما دام هناك نضج، العين لن تضرنا بإذن الله. ما دامت المنابر تصدح بهذه العبارات والمسلمون لن يحصل لنا شيء ما دام في وعي بفضل الله. أنا أعطيكم مثال حي، يعني نحن لا نريد أن نتكلم عن النماذج السابقة فقط، وين الواقع؟ الواقع مزعج اليوم، الواقع مؤلم فعلا فعلا. يعني أنت لما تخرج خارج عمان تسأل عن ماذا بك ولا ما تسأل؟ نسأل. صارت قضية حيوية، أنت إيش كذا وإيش كذا وإيش كذا، ما شاء الله سارة يا رجل. هذا صلينا على رسول الله، اللهم صل وسلم. سأذكر مثالا واقعيا رأيته البارح، ما كان على البال ولا على الخاطر فعلا. البارحة بفضل الله تعالى شرفنا الله تعالى بزيارة الشيخ حمود الصوافي حفظه الله بارك الله في، هذا رجل رباني. والشيخ كان هو يعني جزاه الله خير، كنا في ضيافته وكان منتظرنا، لكن نحن جينا فجأة، جينا وكان الشيخ في الحلقة. والله أنا سبحان الله يعني لما دخلنا على الشيخ وإذا بالطلاب في الحلقة، وأحد الطلبة عنده كتاب يقرأ، والشيخ حفظه الله وأمتع الله المسلمين بعمره وعلومه يشرح. الطالب يقرأ أي كتاب؟ يقرأ أكيد كتب أحد أئمة علماء الأباضية الكبار، ليس كذلك؟ لا، يقرأ لعالم مالكي. لا، يقرأ للشيخ طاهر بن عاشوراء رحمة الله. والله أنا شرح الصديق سبحان الله، حتى جلست جنبه قلت له شيخنا هذا مثال واقعي، اسمح لي أنا كنت أذكر أمثلة قديمة، إذن لي أنا أن أحدث الناس بهذا المثال الذي رأيته أمام عيني. قال مأذون لك. هذا الشيء سبحان الله، هذا النموذج أنا درسنا عن المشايخ في خارج، ما ترى تقريبا، لا ترى في حلقته ويدرس طلابه من أو إلا من رحم ربي، لا أريد أن أكون يائسا. أنا أقول إذا هذه النماذج موجودة في الأمة فالأمة فيها خير. إذا علماؤنا صاروا بهذا المستوى وفهموا وارتقوا، صارت هذا التعايش وهذه المحبة والاستفادة المتبادلة مع ثباتي على فكرتي وتمسكي بما كما يتمسك، لا بأس. لكن أحب المسلم، ماذا أراد الله منا تجاه بعض، أو لنصغر الصورة أكثر أو لنؤطرها، ماذا أراد الرسول منا صلى الله عليه وآله وسلم تجاه بعضنا البعض؟ هل أراد منا أن نتفق؟ لا يا شيخ، إذا وجد الوفاق وجد ماذا؟ وجد النفاق. إذا وجد الوفاق وجد، إذا الطبع لا يمكن، العقلية البشرية لا تقبل، لا يمكن. علم الأعصاب يقول هذا لا يمكن أن يحصل، أن يتفق البشر في المستحيل، لأن الطبيعة البشرية تختلف، الأدمغة تختلف، التشكيلة العصبية تختلف، انتهى، العلم أثبت. ولكن ما هو القدر المشترك؟ الرسول أراد منا أن نحب بعضنا البعض.